تعرف إن المشروع ده كان شبه مستحيل يتنفذ؟ كيرفات معمارية معقدة، تصميم مستقبلي خارج عن المألوف، تحديات هندسية ضخمة. إزاي شركات المقاولات قدرت تحول رؤية زها حديد من رسم على الورق لتحفة معمارية حقيقية؟ تابع الفيديو وهتعرف السر. التصميم من جوه معمول على فكرة فراغات المفتوح، وكمان التصميم كان ذكي جدا في الحتة دي، بحيث إن هو خلى حركة الركاب بتتماشى مع اتجاهات القطار، بتوجههم في اتجاه القطار، وده بيسهل عملية الحركة وبيقلل الزحمة. طبعا من ضمن التحديات اللي واجهت شركات الكونستراكشن انه اصلا الماتيريالز دي كلها الاكستيرير كلادينج بتاعها اتعمل في المصنع وجي اتركب عشان يتعامل بدقة متناهية، وكل الماتيريالز دي معزولة ضد الحرارة، فدي كان من ضمن الحاجات اللي هي كانت تشالنج قوي جدا ليهم عشان يعملوا فكرة الاكستيرير فساد بتاعة البيلدينج. الاندايركت لايت وشكل الكتل حاجة عالمية جدا، بوابات وتركيباتها في المباني شغل يعني تميز ومختلف بشكل عبقري. بصوا يا جماعة كونكشن التفاصيل عاملة ازاي، بص كونكشن التفاصيل بتاعة الكتل حاجة رهيبة، السلالم وعلاقتها بالكلادينج، شكل المبنى، اللايتنج اللي طالع لك من الاكستيرير فساد بتاعتك بالليل. احساسك فعلا لما تيجي مكان زي ده ان انت عندك تصميم فريد لمحطة قطار، فعلا انا مش حاسس ان انا في محطة قطار، ينفع يبقى متحف معماري، ينفع يبقى متحف للفن، انت بتتكلم على حاجة فعلا جميلة جدا جدا جدا، تستاهل انك تيجي الرياض عشان تتفرج عليها. بس لو حابب تشوف اكتر عن المشاريع المعمارية ما تنساش تشترك في القناة. قول لي ايه اكتر حاجة عجبتك في محطة مشروع زها حديد في الرياض.